اوكي مرحبا، كيف حالكم شباب؟ صرنا هلا في القسم 3.3، اوكي الفصل الثالث من او القسم الثالث فيه او القسم الثالث من الفصل الثالث. صرنا في كيفية موفينج يعني تحريك، وروتيتنج يعني تدوير، يعني تبرمود تخليه يدور حوالين محور، اوكي، وبعدين تكبيره او تصغيره، اوكي، تغيير الحجم تبعه، تمام، للجسم المرسوم في طريقه الويب جي ال عندنا. فاذا احنا بنحكي هون عن البرمجه تبعيه رسوميات ثلاثيه الابعاد باستعمال المتصفح باستخدام تقنيه الويب جي ال. طيب، فبما انه هلا صرت بتعرف او صرت فهمان او بتفهم الاساسيات تبعيه رسم الاشكال مثل المثلثات والمربعات، خلينا ناخذ خطوه اخرى ونحاول نحرك او ننقل او مثلا نعمل تدوير، اوكي، يعني حوالين محور، خليه شيء يدور حوالين محور معين، ونحجم او نكبر المثلث وبعد اللي كنا راسمينه، وبعدين نعرض النتيجه على الشاشه. فهاي العمليات بسموها التحويلات، اوكي، تحويلات او التحويرات اللي بدك اياها، يعني هي الانتقالات، اوكي، او التحولات، اوكي. فهذا القسم بيقدم بعض اشياء متعلقه بالرياضيات حتى يشرح كل نوع من الانتقالات وتساعدك تفهم كيف كل عمليه يعني تنحسب، تمام، وكيف بتصير، بتشوفها يعني بالاخر، تمام، بتشوفها صارت. ولكن لما انت بتكتب برامجك انت مش بحاجة للرياضيات، على الرغم بالعكس انت هستعمل واحد من المكتبات يعني المناسبة، اوكي، اللي بتنشرح لاحقا في القسم التالي، اوكي، اللي هي بزبط لك الرياضيات من شأنك دغري، يعني انت ما عاد تفكر كيف بنقول وكيف هذا، وهو بس عليك انك تقول له نقول لي، اوكي. بس كيف الحسبه بتصير، طبعا انت كمبرمج مجبور تتعلم هذا الشيء، تمام، مش معقول مبرمج انت ما بتفهمش رياضيات من ورا الشيء يعني، اوكي. فاذا اذا انت بتلاقي قراءه هذا القسم وبالاخص انه الماث هو يعني شوي صعب على اول ما تبلش، اوكي، ماشي الحال اذا بتترك بس وبترجع بعدين، بس انا كراني مش من رايي هذا الكلام، او اذا انت اصلا بتعرف شو التحويلات. هلا انا بعرفهم بس انتوا لازم تعرفوهم كمستخدمين، اوكي، او كمبرمجين جدد، واذا مش مارين عليك بالرياضيات كل عمليه بتتعلق في ضرب المصفوفات ترى، اوكي. فاذا انت اصلا بتعرف هاي التحويلات انها هي بتنكتب باستعمال مصفوف، فيك انت تفشل او تترك او تتقفى، يعني الاصل انك تترك هذا القسم كمان، تمام. فبالاول خلينا نكتب برنامج بسيط اسمه Translated Triangle. Translated Triangle يعني مثلث منقول، يعني كان بالنص، هلا بحط لك اياه على جنب، اوكي. فهي اللي بتخلي ترانجل ينتقل او المثلث ينتقل، ترانجل يعني مثلث، انا عم خربط لازم، فال بنتقل نص وحده على اليمين، نص وحده طلوع، يعني بيروح هيك وبروح، يعني بيروح هيك شوي نص وبروح هيك شوي نص، اوكي، طلوع. هلا هاي معناها انه راح بالعرض، اوكي، تقريبا النص، اوكي، فانت فيك تستعمل المثلث، اوكي، اللي انت رسمته في القسم السابق، اوكي، شو اسمه، الاتجاه الصحيح بيعني
اتجاه انه اتجاه نحو اليمين بيعني الاتجاه الموجب من شو اسمه من محور السينات، محور السينات. اوكي، يعني اذا انت بدك تروح بهذا الاتجاه مع اتجاه السهم بدءا من المربع الاسود الى يمين الشاشه، اوكي، هذا بيكون هو الاتجاه الموجب. اوكي، واتجاه الموجب تبع ال تبع الخط العمودي هو اوكي هو اتجاه الخط محور الصادات، اوكي، اللي هو طلوع لفوق، اوكي، يعني من تحت من اسفل الشاشه لاعلى، اوكي. بقول لك شوف يعني شو اسمه احداثيات او نظام الاحداثيات المستعمل في الويب جي ال بالفصل الثاني عشان تراجع، اوكي، اذا رجع تراجعوا هلا. فالصوره 3.18 الصورة 3.18 بتعرض المثلثات المنقولة، اوكي. هلا النقل كيف بيصير، كيف زحت الشيء، اوكي. خلينا نتفحص شو نوع العملية او اي نوع من العمليات انت بحاجة تطبق لما على كل نقطة موجودة بالشاشة، حتى من يعني من اي شكل، اوكي، حتى تنقله من مكان لمكان، يعني تنقل هذا الشكل من مكان لمكان. فانت لازم تطبق العمليات الحسابية على نقاط معينة تنتمي لهذا الجسم اللي بدك تنقله، اوكي. فانت لازم انت بس بحاجة، كل اللي بتحتاجه يعني هو تضيف مسافة النقل، كمية المسافة النقل على كل فرع من فروع الاحداثية تبعيت النقطة. يعني مثلا كانت هي البوينت البوينت الأساسية، يعني كانت النقطة على البوينت بي، على النقطة بي، كيف على الاحداثية اكس واي وزد، اوكي، فبدك تنقل على النقطة بي برايم، بي فتحة، بالاحداثيات اكس فتحة واي فتحة زد فتحة، اوكي. ف فبتصير العملية انه شو حسبة الاكس، شو علاقة الاكس بالاكس برايم بالاكس، اوكي، انه اكس برايم بتصير اكس زائد الازاحة مع اتجاه الاكس، اوكي، قديش زحتها مع الاكس، ونفس الشيء مع الواي، قديش زحتها باتجاه الواي، اوكي. يعني مثلا نرجع للصورة، انا زحتها هيك مسافة معينة تي بس باتجاه الاكس، وازيح هيك شوي لفوق باتجاه الواي، اوكي، فبزيد جهه الواي قديش وجهه الاكس قديش، المحور الاكس يعني محور الواي، واذا كان في ازاحه بالعمق كمان بدك تزيدها هاي للازاحه عشانك زحتها هالقد، اوكي. عشان هيك هو حط التي اكس يعني الازاحه مع اتجاه الاكس، ازاحه مع اتجاه الواي هون تي واي، والتي زد اتجاهها مع العمق تي باتجاه محور الزادات، اوكي، الزد. ف هذه العملية بسيطة، بس انت عم تعمل اضافة بسيطة، اوكي، بس احنا هيك تي اكس وزي احنا هيك تي واي. طيب فاذا هاي العمليات البسيطة ممكن تتنفذ او تتطبق ببرنامج ويب جي ال فقط عبر إضافة القيمة الثابتة لكل إحداثية من إحداثيات النقطة، أوكي، بس بتزيد هالقيمة الثابتة على الأكس والواي والزد، تمام. أنت محتمل إنك لاحظت أصلاً هذا الشيء لأنه هن عمليات بتشتغل على كل فيرتكس، على كل نقطة، أوكي. فأنت بحاجة إنك تنفذ أو يعني تكتب كود للعملية، تكتب كود العمليات بقلب الفيرتكس شيردر، اوكي، تكتبه بقلب الفيرتكس شيردر هذا الازاحة، اوكي، وبشكل عكسي كمان انه بشكل واضح مش
ما بيشتغلوش بير فراجمنت اوبريشن، يعني ما خص الالوان هون. الفراجمنت الفراجمنت سني على الالوان، الفيرتكس سني محل النقاط، تمام؟ لذلك انت مش بحاجه تفكر او تعطي الهام الفراجمنت شيدر، اوكي؟ بس اذا حار بتصير وين على الفيرتكس شيدر، لانه انت بتحرك النقط بس. الفراجمنت شيدر له علاقه بالالوان، عرفت كيف؟ هلا بمجرد ما انت فهمت هالتوضيح هذا، الكتابة الكود بتكون سهلة. انت بس بحاجة تمرق مسافات الازاحة تي اكس تي واي تي زد على الفيرتكس شيدر، وتطبق المعادلة 3.1، يعني هاي تمام، هدول ثلاث سطور طبقهم على الفيرتكس شيدر وخلاص بصير عندك ازاحة، وتطبق وتطلع النتيجة وين على الجي ال بوزيشن، اوكي؟ فبقول لك خلينا نشوف شي برنامج بيعمل برنامج هيك مثال بيعمل هالشي. طيب هلا خليني افتح الكود انا، وين ال الويب جي ال، اوكي. فإذا صرنا بالفصل الثالث translated هي translate triangle open with gate، اوكي هي ال position زائد ال u translation، اوكي. وهذا في عندي uniform vector هون لل translation، تمام. هلا طبعا لو بدي اقول لك كيف عم بيصير الترانسليشن، تمام. هاي البوزيشن، تمام، وين وين الفيرتيسز، هاي الفيرتيسز الاساسيات. هلا وين الازاحه عم بتصير، اوكي هيا هاي هون طلع لي الإزاحة، اوكي. فهاي الإزاحة هون تاخدها بهالطريق، اوكي، وبتعمل الإزاحة تبعتك، تمام، بتعمل U translation وبتزيد الإزاحة، فبصير عندك U translation مع الـ A position لأن اثنيناتهم فكتورات، فبرجع بجمع الفكتورز بمقابل بعض. انت الفكتورز بجمعهم مقابل بعض، بمعنى انه نرجع بس هيك، انا هي رياضيات الشغله. لو افترضت تي اكس تي واي تي زد هن فكتور، بدك عم بتضيف على فكتور ثاني اللي هو اكس واي زد، اوكي. فبالرياضيات طلع لك الاكس برايم واي برايم زد برايم هيك، اوكي. بمعنى بيكون عندك هاي النقطه هون بي، اوكي. الفكتور اللي انت زحته هو الفكتور اللي طالع هون هيك من الـ O من الـ origin، اوكي، على هاي النقطة، تمام. ماشي، طيب هو بالآخر يعني الفكتور تبع تي اكس مع الفكتور تبع تي واي، اوكي، ليطلع لك ازاحه من بي ل بي برايم، اوكي، الفكتور الجديد اللي هو بيطلع شو اسمه، بيطلع من هون هيك من البي للبي برايم، بيطلع هذا الفكتور تبع الازاحه. طبعا ما دامك عم بتحطهم كوردينتس، اوكي، فبتصير تطلع الفرق بين اكس واكس برايم اللي بيطلع التي اكس، والواي والواي برايم بيطلع التي واي، اوكي. رياضيات صرف يعني، انا ما فيش اشرح اكثر من هيك، اوكي، هي الأد. طيب بس تحفظ الفورمولاز هذول وخلاص، انتم ما عليكم يعني انا بدي اروح بالاكس هيك وبدي اطلع بالواي هيك، اوكي، بزيح هي صار ازاحه، اوكي، او بدي يعني المهم بدي اتحرك هالقد بالاكس وهالقد بالواي، اوكي. فانا بدون ما اشرح كثير، ببساطه ان الفانكشن تبع هذا الفاريو ترانسليشن الجي ال بروجرام هذا هو طلعه، اوكي، وبعدين هاي الازاحات هون، اعمل عبي هذا الفكتور، اوكي، يونيفورم فور اف، اوكي،
بياخذ 4 فلوت هذا وبيعبي هذا الفكتور هون، وهذا الاخراني كمان انه ازاحه على الزد صفر، لا عفوا ازاحه الاكس وازاحه الواي وازاحه الزد، وهون الازاحه على الصفر هون ترانسليشن هذا الالفا. اوكي مياه، شايف كيف عم بعلم عليهم هون. هلا انا مش بتذكر والله شو الصفرين هول، بس هلا بس لما وصلهم. اوكي هلا هون هي الازاحه اللي حطها، اوكي تي اكس تي واي ماشي. نفس الشيء مع W. اوكي بس بدي اتذكر انا شو كانت W. طبيعه الكوردينت سيستم، اوكي انه هوموجينيوس كوردينت سيستم، هاي هي W. اوكي فانت بحاجه تحدد مثل صار بالفصل الثاني، انت بحاجه تحدد ال شو اسمه الهوموجينيس كوردينيت، اوكي يعني الاحداثيه المتجانسه للجي ال بوزيشن، اوكي للمتغير جي ال بوزيشن اللي هو يعني بعد رابع، اوكي هو البعد الرابع. فاذا اخر واحد كان يعني اذا اخر محل الدبليو هون انت بتاخذ اكس واي وزد، اذا اخر الدبليو كان واحد، اوكي بيقول لك انه هذا بيشير انه نفس البوزيشن تبع نظام ثلاثي الابعاد، نظام الاحداثيه ثلاثي الابعاد. اوكي في هالحال وبهالحال لانه اخر كومبوننت هو W1 زائد W2، حتى نضل يعني مأمنين انه W1 زائد W2 هو واحد، انت بحاجه تحدد صفر اوكي لقيمه ال W، اوكي اللي هي اخر قيمه هون ال W4. اوكي يعني ما عم تستعمل انت شو اسمه نظام ثلاثي ابعاد اخر، ما نقلت السيستم كله كمان، يعني عرفتوا كيف؟ بضل بعدك على نفس السيستم تبع الثلاثي الابعاد اللي انت فيه. اوكي وبالاخر وبالنهايه طبعا جي ال درو اريز حترسم المثلث اكيد بعد ما تكون صارت الازاحه، تمام؟ فاذا كل اللي انت عايزه هي هالسطرين هذول، هاد وهاد، اوكي وتكون طبعا عبيت تي اكس وتي واي وتي زد حتى يزيح بالطريقه اللي بده اياها. يعني مثلا وين الازاحات اللي عمل هون، هي هون اوكي فالطريقة بدك تمشي مثل هون، انه بقول لك كل كوردينيت عندك، كل فيرتكس كوردينيت بتكون بتمرق للاي بوزيشن، اوكي واليو ترانسليشن هو بنضاف على الاي بوزيشن والنتيجة بتنحط بالجي ال بوزيشن. مشان هيك انت بتعمل هيدي الكلمة هيدي لحالها، هاي لحالها هي بتسحب لك اياهم كلياتهم، تمام؟ لانه انت عندك مجموعة نقط، شفتوا كيف؟ وين هي مجموعة النقط؟ هيهم هدول، احنا كل تنتين عندنا هون بيعملوا نقطة،
تمام. هلا لانك قايل له جي ال تريانجلز بالرسم هون راح يطبع هون للجي ال تريانجلز اوكي كمثلثات. هلا الروتيشن صار بدنا نفوت في قصص بتتعلق في الساين والكوساين، عرفتوا كيف؟ انا مش راح احكي الرياضيات كثير عدها انه قديش مثلا انت هاي قديش بعد النقطة بي عن المركز تمام او عن المحور اللي انت بدك تستعمله، عرفت شو؟ لحتى تبرن عن طريقه، يعني انت بدك تعتبر افترضنا بدك تخلي البي تدور لحد بي برايم تبرم برمة اوكي مع اتجاه مع عكس الساعة اوكي، بحسب باعتبار انه التقاطع بين اكس وواي هو المركز تبع الدائره اللي انت عم بتدور على محيطها اوكي، انت عم تمشي على نفس المحيط تبع الدائره اللي قاعده اللي مركزها هو نفس مركز الاحداثيات تمام. ف بيطلع عندك مسافه من المركز تبع الاحداثيات لحد النقطه هي ار، فبدها تبرم اوكي. هلا مع الزاويه خلص هذول بالتريجونومتري اوكي بيطلع عندك اكس اكس ار كوساين الفا الزاويه اللي برمها اوكي، واكس ار ساين الزاويه اللي برمها اوكي، بيطلع عفوا بيطلع الواي ار ساين الزاويه اللي ضرب. يعني هاي الفورمولا بتطبقها حتى تعرف وين الواي جديده والاكس جديده، بالتالي بتعرف النقطه جديده، بتصير بالاخر شو اسمه بتعرف وين النقطه جديده اوكي. ف هيدي الار من الاخر قديش انت بعيد عن النقطه اللي انت عم بتدور حولها اوكي. او لو فرضت نفسك انت على عندك دائره اوكي واقفه ما عارف وين مركزها، انت بتكون حاطط النقطه اللي بدك تبرمها على محيط هاي الدائره دغري على خط الدائره نفسه اوكي، بدك تزيحها على الدائره، فهيك هيك بتكون مسافة كمية الإزاحة شو بس بالدوران يعني حول المحور اوكي. فهو هون عم بيعرف الاكس هون تمام، الاكس مع الواي هون عم بيعرف وين محلها بالنسبه للزاويه الفا والمسافه ار. هلا هون بدنا نعمل الدوران، نستعمل هاي بنزيد قديش الزاويه كيف بنعرفها، بس ما هي انا بالاخر يعني هي ذاتها شو انه الالفا اللي دايريتها النقطه اوكي بالنسبه للمحور اكس اوكي قديش هي برمت تمام. فانت بتحط الزيادة بيتا كمان اوكي بتعرف قديش هي برا اوكي، لازم تكون حاطط كمان الاوريجن اوكي حتى تحلف حتى تبرم حاليا. هلا اذا بدك فيك تحول كوساين الفا بلس بيتا وساين الفا بلس بيتا لهي العمليتين تمام، فيك تستعمل هيك كمان الفورمولا هاي، فبتصير هون مرة كوساين مرة ساين اوكي مرة ساين كوساين كوساين الفا ساين اوكي. طبعا انت بتضلك بتدور على نفس الزد يعني الا اذا بدك تغير المحور شو اللي عم بدك تدور عليه اوكي. فهي هو قصده كل شيء صاير على محور يعني على احداثيات الاكس واي زد ثابت، مشان هيك بقول لك زد زد برايم نفس الشيء ما تغير، هو بس عم بغير وين الدوران حوالين النقطه اللي هي على ثنائي ابعاد اوكي. تمام. هلا بما انه تحولت صار هيك صار عنده انه بما انه عندنا هاي الفورمولا وعندنا هاي الفورمولا، بس انت هيك انت ما انت بتعرفش كيف بدي اقول لك، انت بتعرف الزاويه اللي برمتها كلها اوكي بيتا بس معك الالفا، يعني بيكون اصلا طلع كيف هو معاه من هون لهون
وزاد هيدا بيتا اوكي الدوران. هلا صار بده يحول كل شيء بالنسبه للاكس واي زد على اساس يطلع مع الاكس برايم زد برايم. فاحنا معانا هدول اوكي ومعانا هاي. هلا هدول اثنين فيني احولهم لهاي رياضيا اوكي. هلا بستضرب الار بالكوساين الفا والار بالساين الفا وهون كمان صار فيك تحول هون ل بالنسبه لاكس للاكس والواي اوكي. بصير عندك هون اكس محل هاي اللي عم علم عليها اوكي وهون واي محل هاي طبعا ضرب الار اوكي لان الار لازم نفوتها لجوا اوكي. نفس الشيء تحت بالواي برايم اوكي. الزد ثابت اكيد لانه بعد عمود ثنائي بعد ما برمش كمان المحور الزد اوكي. طبعا انت بتدور حوالين محور واحد يعني اوكي ف يعني امور واضحه اوكي. الزد ضل ثابت محله ما عم تغير العمق تبعك. طبعا هون عم بيحكي انه حسب اذا زايد او ناقص. اذا مثلا A زاد او ناقص B بتصير كيف بتصير الاشارات اوكي تمام. عم بيعطيك الفورمولا كيف جابهم يعني اوكي. ساين A بلس B بيساوي ساين A كوساين B بلس اور ماينس اوكي كوساين A ساين B اوكي. يعني هدول الكوساين A ضرب الساين B. يعني اللي ما منه له بالرياضيات ما يفوتش بهذا الموضوع اوكي. يعني انا بالنسبه لي ضروري رياضيات بهذا الموضوع اوكي. حتى بجامعات بسال عنها هو بالامتحانات يعني اوكي. طيب هلا برنامج بسيط مثلا انه مثلث عم يبرم اوكي. فعنده هون حط متغير اخر اوكي يونيفورم اوكي اسمه فلوت يو كوساين بي يو ساين بي اوكي او ساين بيتا يو كوساين بيتا ويو ساين بيتا اوكي. طبعا عم بذكرك فيهم هول الفورمولات هون عم بحط لك اني قدامك عم بيقول لك. طبعا خلينا نفتح الكود روتيتد شايف كيف عم بذكرك فيهم هون اوكي. عم بقول لك البوزيشن الجديده تبع الاكس اوكي بطلع الكوساين بي والساين بي اللي طلعوا هون اوكي. هذول متغيرين تبع الروتيشن فبطلع الاكس والواي والزد. وبعدين طبعا الدبليو بحطه واحد تمام. الزد بعده نفس الشيء الاي بوزيشن دوت زد. شايفين كيف؟ هلا بدنا كيف نعبي اليو كوساين بي واليو ساين بي اوكي. فبطلع اكيد يونيفورم 1 اف اوكي. فبدور على يونيفورم 1 اف. طبعا هاي الساين الكوساين هيك بنحسبه اوكي. وبدك تعرف قديش الباي يعني كيف تحسب لازم تاخذ شو اسمه الزاويه بالراديانز مش بالدرجات اوكي مش بالدرجات. ف يعني بقياس شعاعي اوكي مش بقياس درجات اوكي بسميه الراديانس. فبتجيب الباي وبتضرب الباي اللي هو 3.14 مش عارف شو كده. لا الرقم طويل هو اوكي. لا يعني رقم حقيقي طويل هو بس بس نحن اختصارا بنقول 3.14 ضرب الزاويه بالدرجات على 180 اوكي على 180 درجه اوكي. طبعا بتجيب الكوساين تبع الزاويه اللي عملتها بالراديانز وبتدخل الساين تبعها كمان تحسبوها الكوساين بيتا وساين بيتا اوكي. فبتدور هون جت يونيفورم لوكيشن من البرنامج طلع من البرنامج اليونيفورم لوكيشن اليو كوساين بي واليو ساين بي طلعهم. اذا ما في قول انه في شيء غلط. وبعدين هون هي شو اسمه بعد ما جابه من البرنامج تبع الشيدر تمام الفيرتكس شيدر زي ما شفنا فوق اوكي. هي هون هون عم جاب الفيرتكس شيدر
دائما بده يجي من فيرتكس شيدر الكود وبعدين يحوله لجافا سكريبت، والجافا سكريبت بتصير تاخذ دوره هيك بتصير، وبعدين جافا سكريبت بترجع للكود وبتصير تطبق فيها بحالها. اوكي ف يحولهم هون تمام، وبعدين بيعبيهم الراديانس هذول اللي احنا جبناهم هون، هذول السطرين عم نعبيهم هون مرتين نرجعهم للشيدر بهي الطريقه لانه يونيفورم 1 اف لانه هو فلوتنج نمبر 1. اوكي وبعدين ببلش برسمه تمام، برسم النقاط كلها. اوكي هلا هون في عنا شو اسمه مصفوفة التحويل تبعية الروتيشن. اوكي فاذا للتحويلات البسيطة فيك تستعمل العمليات الحسابية زي ما كان هو عم بيكتب، ولكن لما تصير الامور كتير معقدة ما بيسوى هيك تمام، فبتصير كل شوي بدك لكل نقطة او كل ما يطلع لك شي لستة ارقام حاطهم مثل بالاي بوزيشن مثل هون مثل هدول فيرتيسيز لما يكونوا كتار ما بتزبطش معك تمام. فمشان هيك بحاجة نحن لمصفوفة كبيرة. فهون الرياضيات تبعها عم بقول لك تضرب هون مثلا للروتيشن للدوران شو بدك تعمل مثلا هدول كل وحدة كل سطر هون عنا تمام هن كيف بتقول شوف بس اتذكرها هاي انا بحاول الخص الموضوع لانه مش هالقد مهم كتير للحسابات هاي. اوكي بس المهم انك تعرفهم يعني شو كيف للروتيشن تطلع معك هاي هي الفورمولا بالاخر تمام. فعندك هاي المصفوفه اوكي بتظبطها بتضرب ماتريكس مالتيبليكيشن اوكي بتطلع معك النتيجه كما يلي تمام. يعني اللي احنا عملناها بالتفصيل في نحطها كان كمصفوفه بصير قد ما في يعني بجيب هاي اوكي طبقها على كل فيكتور او كل نقاط بصير تمشي على هاي الفورمولا اصلا تمام. هيدي البتا اللي انا عملت فيها الدوران تاعي قديش في البرمه كم درجه عملت اوكي، وهون عندي النقطه اساسا وين كانت اوكي، وهي النقطه بعد ما ادور بعد ما تبرم محل معين اوكي بكذا درجه تكون هاي نقطه جديده. فهو اصلا بيطبق الماتكس ملتيبليكيشن اصلا عشان سرعه الحساب اوكي. كرت الشاشه بستحسن تعمل هيك، والترانسليشن نفس الشيء بصير بيعمل بس الازاحات فتطلع له هاي الترانسليشن ماتريكس اوكي، فبتطلع بضربهم ببعض تمام هالمصفوفتين. هلا حساب المصفوفتين بيطلع بيتحول لهذا بالاخر، هو عشان يحولها لمصفوفه بيعملها بهالطريقه اوكي.
فهلا هو فرجيك كيف بيحاول بيستعمل طريقه ترانسفورميشن ماتريكس مشان طريقه المصفوفات زي هون. اوكي طبعا هذا الدبليو تبع الهوموجينيوس مشان يدخلهم بطريقه الماتريكس. اوكي فبيكون عندي هون مات 4 شايفين صار في عندي نوع جديد اسمه ماتريكس 4 بياخذ اربع قيم. اوكي هو يونيفورم ماتريكس اوكي او يونيفورم هون ترانسفورم ماتريكس اوكي اكس فورم ترانسفورم يعني ولا ضرب الاي بوزيشن. تمام فالاي بوزيشن هو فيكتور وهيدي بتكون المصفوفه تبعيت الترانسفورميشن. اوكي طبعا بتكون يونيفورم ماتريكس بالتايب تبع يونيفورم هون كمان. فالماتريكس هياها تبعيت الترانسفورميشن تبعيت الروتيشن هاي تبعيت التدوير. اوكي وبعدين عندنا هون بدور على بقلب الكود وين بالفيرتكس شيدر يعني هاي الفيرتكس شيدر مش هيك فبدور وين هذا المتغير بالاول. اوكي وبعدين بروح معين هاي بقلب ال اياها بستعمل يونيفورم ماتريكس 4 في 4 اف في اوكي يعني ماتريكس 4 فلوت فاليوز. اوكي بنزلها. اوكي هلا في هون الفولس هي بدنا بس نعرف شو معناها. بالويب جي ال لازم تكون هاي فولس اجباري عم بقول لك ترانسبوز يعني تعامل معها وهي اعملها اقلاب يعني عرفتوا كيف يعني تدوير يعني بس تطلع بال كيف بدي اقول اذا انت عندك المصفوفه طلع المصفوفه بتكون هيك بصير بقلب لك اياها هون هيك يعني مثل ما يكون مرتبين هيك ترانسبوز بقلب لك اياها بصيروا هيك عمودي. اوكي اللي بيكون عمودي بصير افقي والعمودي بصير يعني العمودي بيكون افقي والافقي بصير عمودي هيك بالضبط. اوكي هاي ترانسبوز بس عم بقول لك هون لازم تكون اجباري تكون بالويب جي ال شو اسمه فولس اجباري ما تعمل ترانسبوز اصلا. اوكي وهون طريقه الترانسليشن كمان نفس الفكره. اوكي بس المحتوى بيختلف تبع تبع الماتريكس تبعت الترانسفورميشن ماتريكس. اوكي تبعت ترانسفورميشن ماتريكس بصير تفرق. اوكي بصير بتعبيها هيك. اوكي بدل ما كنا نعبيها كساين وكوساين بساينز وكوساينز هيك تمام بس بعده بضرب مصفوفات ببعض مشان يطلع النتيجه. اوكي هلا سكيلينج وش هي بتضرب الاكس والواي والزد بقيمه معينه اذا مثلا الواحد ضربته باثنين صار مرتين عما سبق اذا الواحد ضربته بنص يعني قصرته صغرته. اوكي فنفس الشيء بس بتضربهم هي هيك هلا بدي احول لك يعني بالاخر لماتريكس اوبريشن فبتعمل لك اياها بعمل لك اياها بالطريقه بصفهم هيك الماتريكس اوبريشن. اوكي يعني بياخذ الخط القطري تبع المصفوفة شايفين كيف اكس واي زد كيف ماشيين على الخط المايل. اوكي هو بيمشي الحال. طيب طبعا عم يعمل نيو فلوت 32 بيعمل هاي الماتريكس بهالطريقة. اوكي طبعا مستحسن انك تصفهم هيك عشان تعرف حالك وين بهالطريقة مصفوفة مشان تعرف وين محلات الشغلات. اوكي حتى هاي بتنسخها نسخ من الكتاب الصراحة انت بتغير هيدي بعدين. تمام هلا حسب شو الجسم اللي بدك تغيره طبعا. اوكي بدك تدور مين هن النقط اللي بدك تغيرهم طبعا. اوكي فشايفين كيف غير بحجمه كان كان مثلث زي مساوي الاضلاع. اوكي هلا عمله مساوي الساقين فضرب بمطرحة معينة. اوكي الكود
هو نفس الكود، مرة روتيتد مرة ترانسليت مرة هذا، عرفتوا كيف؟ فبس شوفوهن انتو وشوفوا الفرق هاي سكيل تريانجل مع طريقة الماتريكس. اوكي يعني نفس الفكرة بس هون شو بغير؟ بغير بهاي. تمام وهذا هون عنده الفاكتور او الضارب، شايف كيف؟ يعني جهة الوايات حطها مرة ونص، اوكي ترك الاكس والزد، فيك تغير هدول الارقام شوف شو بصير معك. تمام والسلام، هيك خلصنا الفصل الثالث.